ترى يا زين، انت عشان ربنا كرمك وجبلت في كليه شرطه تدوس على الناس ولا ايه يا عم؟ ما انت عارف لا اخلاقي ولا تربيتي. انا اللي اعرفه ان البدله بتغير، بتغير الناقص بس. حتى الناقص لو اتغير ما يعرفش يعمل معانا حاجه. طبعا طول ما انت ماشي صح محدش يعرف يعمل معاك حاجه. صح ولا غلط؟ لا، ما انت لو غلط هيتعمل معاك الغلط. ايه بتبص على سجارك دي ليه؟ تاخد نفس؟ ما بشربوش. دي سجارة حشيش. تصدق كنت فاكرها عسلية؟ لا يكون شطانك وزع كازين تقبض عليا بيها. طب اقبض عليك كيف؟ اقبض عليك كيف وانا لسه طالب في الشرطة؟ بس والله العظيم يا مسعد هيبقى من بختك لو خدمت في جنة، لأن ساعتها مش هتعرف تمشي بسجارة الحشيش بس، لا ده انت حتى مش هتعرف تمشي من غير رخصة يا راجل يا مرة. والايام ما بيننا وبتجري بسرعه يا زين. جدع انك اديت على دماغه، واد شايف نفسه على خلق الله. اللي يشوف نفسه على اولاد الجناوي يبقى على موته ناوي يا ابويا واد عمي.